اسمحي لي ابدا بحضرتك الاول، اتفضلي. ممكن تقول لنا ايه اخر تقنيات نضاره البشره؟ بصي، هو نضارة البشرة ده يعني حاجة العالم كله بيشتغل عليها والعلماء بيشتغلوا عليها عشان نقدر نحقق مصطلح نضارة البشرة، يعني أو الأنتي ايجينج بروسيس اللي احنا بنعملها علشان نأخر ظهور العلامات التعبيرية بتاعة وشنا أو العلامات عامة بتاعة السن. فنضارة البشرة هو مصطلح مطاط، في تحت المسمى ده حاجات كتيرة جدا ظهرت، من أول الراديو فريكونسي والمحفزات اللي بتحفز النضارة وبتخلي بتعمل بتحفز إنتاج الكولاجين بتاع البشرة، فدي من الأجهزة الطبية اللي بنستخدمها لده زي الفور بلس مثلا، وبعد كده للمحفزات اللي بالحقن زي السكين بوسترز، وحاليا ذا ليتست او احدث حاجه او احدث ايرا في عالم التجميل وهي الاكزوزومز. في كذا منتج من المنتجات بتاعت الاكزوزومز اللي نزلت مصر بالفعل. الاكزوزومز هي احدث حاجه في عالم النضاره، هي جلسات انجكشنز بتتعمل فيري سيف في العياده، بتحفز انتاج الالاستين والكولاجين بتاع البشره، واللطيف فيها انها مدتها طويله جدا، يعني لونج لاستنج، بتقعد مده كبيره جدا معانا، ممكن نقعد لغايه اب تو سنه بعد ما نعمل مثلا 3 جلسات، ممكن نقعد اب تو سنه مش محتاجين نعمل حاجه تاني في بشرتنا. طب وهي بتبقى لاي سن عادي؟ هي بتتعمل طبعا كل عامه الحاجات بتاعتنا او الاجراءات التجميليه، انا من الناس اللي بترجح انها تكون من بعد سن ال 18 لحد بقى زي ما انت عايز، بس طبعا عدد الجلسات وطريقه بتاعه البروتوكول اللي بنستخدمها لكل سكن، لكل نوع بشره، لكل سن بتكون مختلفه عن السن التاني، وعلى حسب استجابه البشره اللي قدامنا وحالتها واصله لايه. طب يعني احنا نقدر نستخدمها حتى بعد ظهور التجاعيد؟ طبعا طبعا نقدر نستخدمها بعد ظهور التجاعيد. الافضل طبعا ان احنا نبدا بدري علشان ما تظهرش اصلا التجاعيد، ولكن نقدر برضو نستخدمها بعد ظهور التجاعيد، ولكن الاكسبكتيشنز من التحسن اللي هيبقى احنا عايزينه هيبقى اقل شويه من السن الاصغر، لكن هتحسن كتير، هتعمل فرق كبير، فاهماني؟ فأنا كلمتك يعني جنرالي كده عن الأكزوزومز اللي هي اللي بنقول عليها دي أحدث حاجة.